صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها ومن خريج الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها ومن خريج الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين ولصالح الكلية البحرية كضباط بحريين دفعة أكتوبر 2021. جاء ذلك خلال إعلان اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية. وتحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على اختيار أفضل العناصر للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بحيادية تامة بعد أن يجتازوا شروط القبول التي تم الإعلان عنها لتخريج أجيال من الأبطال المقاتلين الذين تم تأهيلهم داخل الصروح التعليمية العسكرية لينالوا شرف الدفاع عن الوطن الغالي. وسيتم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة فقط اعتباراً من يوم الأحد 25 من يوليو 2021 حفظاً منا على سلامة أبنائنا المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة. سيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة على الإنترنت من يوم السبت الموافق 10/7/2021. الكليات العسكرية تعلن عن قبول دفعة جديدة. تعرف على شروط القبول من خلال موقعنا الإلكتروني. الكليات العسكرية مصنع الرجال وعرين الأبطال.